ومن هنا جات لك فكره صناع الامل، لان عايزين بقى نخش عليها. طبعا انا عديت مراحل كتيره مستحيله. الفكره بقى منها الطرد العكسي المزمن اللي متعدي منه، اللي هو كبد مشاكل، وزنه 140 كيلو كورتيزون، غرغرينه في الايد. تتمرني 5 دقائق في الملعب، اجهزه كتير جدا، لغايه بتوصل 4 ساعات. جت الفكره لما اختاروني في سويسرا في اليو اي سي سي، ودي اكبر منظمه في العالم خاصه بالسرطان، متحكمه في 170 دوله، 1100 منظمه تحتيها في العالم. واختاروني ان في الكونجرس اللي كان معمول في 2020 وورلد كانسر كونجرس، واتاجل ل 2022 في جنيفا. وبعد كده جابوني في كونفرنس ميتنج روم في جنيفا كبير قوي، وبداوا يسالوني اسئله كتير، انت ازاي بقيت الرياضي الوحيد في العالم لو ما شوفوش حد قبل ولا بعد؟ ازاي انت اخدت كورتيزون 7 سنين وده بوظ عضلات جسمك كلها تقريبا، حصل هشاشه؟ ازاي عديت من غرغرين؟ ازاي خدت كيميكال ثيرابي ورجعت بنفس القوه اللي انت فيها النهارده؟ هي طبعا كيس تدرس الحقيقه. فمفيش غيرك في العالم، واحنا بنصرف مليارات على الامل للسبورت المنتال، ان علاج السرطان بيلعب 70% علاج نفسي. طبعا انتوا عارفين حقيقه. كيميكال ثيرابي والكلام ده كله بيعالج، بس المريض لو تصدق انه يخف مش هيخف. ان الموت مكتوب. كنا بنموت باسباب مختلفة، فلو احنا قعدنا نخوف نقول هموت من السرطان، ممكن نموت بالكوفيد برضه. بس انت الموتيفيشن عندك كويس جدا، يعني اصل الانسان كل يوم بياخد خطوة وستيل حلمه عايش، بيبقى عنده امل. دي اللي خليني افكر. فطلبوا مني في سويسرا وقتها، احنا في الكونجرس دوت 3500 مدعو بيتعزم مرة كل سنتين. انت التوب بتاعتك مهمة جدا، اكتر من 70 دقيقة او 60 دقيقة قدام كل الاشخاص دي. ان بالنسبه لنا انت وجودك كحاله، انت عملت اللي احنا عايزين نقول للعالم كله ان في امل. طبعاً. انت رجعت انت بتجسد ده اصلا، انت قصتك فيها تجسيد لفكره الامل اللي هم عايزين يضخوها في عقول وقلوب كل الناس. فطلبوا مني دوت وقتها، حد برضو من اصدقائي كلمني، انت المفروض يا ريت ما يبقاش عندك، ما تعتمدش ان انت تعزم في ايفنتات بس او تتكلم بس. ففكرت فعلا الامل ينتشر. انت صديق ليا جدا، قالت طب انت انا بشوفك انت لما بتتكلم مع الناس احسن لما بتتكلم في ايفنت، يعني مش احسن، يعني الناس بتحب وده بتعمله ازاي طيب من خلال الحمله بقى؟ احنا بقى الحمله دي فكرنا فيها ان الامل هو اللي بيحرك كل حاجه. صحيح. في عالم حتى الشغل، حتى الانسان اللي بيشتغل الصبح، هو الامل اللي بيخليه ينزل ان بكره يبقى احسن، الامل اللي بيخليه يتخيل ذلك. فخلينا مش خاصه بالسرطان بس. ان جنرال يعني خاصه بالسرطان، بالاورفنز، الايتام، خاصه بالناس اللي عندها ديسابيلتيز، اللي عندها احتياجات خاصه، خاصه بكل ده. وبدأ من سويسرا، الاوبننج بتاعها في جنيفا، من اكبر اورجانيزيشن في العالم اسمها نو ديفرنس، هي اللي قامت هي اللي تقوم بالاوبننج، عشان هم بيعملوا ماراثون جاري، هيبقى يوم 3 اكتوبر ماراثون جاري في جنيفا للناس اللي عندها كل ديسابيلتيز، كل الناس دول، عشان نقول للعالم كله ان مفيش فرق. طبعا بيننا كلنا مفيش فروق، كل واحد عنده مشكله او عنده اعاقه او عنده مرض او عنده حاجه، لا هو مهم بالنسبه لنا. فبدا بسويسرا ورايحه فرنسا بعد كده في ليميغو في يوم 4 و5 نوفمبر، فتحوا 3 ايام مخصوص برضو، هتعرض فيها فيلم الخاص بتاعي، وهيتعمل بيها برضو، وعازمين كل الاورجنايزيشنز في خلال 3 ايام، يعني انترناشونال كونفرنس في ليميغو في فرنسا. وطبعا بهيه شريك كبير في الحمله، ان هي من الرائع الشرف بتاعتها، ودخلوا بقوتهم جدا بهيه، ودي حاجه انا كمان سفير لبهيه، فبحبها جدا. يعني بجد سفير لبهيه كمان، فبحبها جدا. فهم كمان اي حاجه فيها امل بيخشوا. انت خير سفير، مش مجرد سفير، خير سفير لبهيه. والحقيقه زي ما ابتدينا الفقره دي بان احنا اكدنا على ان احنا معانا شخصيه ملهمه، اعتقد دلوقتي الصوره اتضحت لكل الناس بما لا يدع اي مجال للشك. بنتمنى لك كل الصحه والعافيه، ويا رب ان شاء الله ربنا يكرمك وما تشوفش اي حاجه وحشه بعد كده، ما تشوفش غير كل خير وكل نجاحات. نورتنا فقط، ربنا يخليك، وبشكرك جدا جدا. شكرا ليك يا انور بجد، وزي ما انت قلت قصه الواحد، يعني الشخصيات اللي زيك دي انا بحبها، بحب ان الواحد يسمعها فعلا. حتى خلي بالك للناس الاسوياء العاديين اللي ما عندهمش مشاكل، بس ممكن يكونوا مصابين بتوتر، اكتئاب، نفسيه مش كويسه، دول برضو انا بعتقد ان هم عندهم ديزابيلتي، بس في ذا واي، يعني في الشكل اللي هم دي بريسيف ذيم سيلفز، فاهمني؟ اللي هم بيشوفوا نفسهم ازاي. أنا ساعات لما بلعب حاليا دلوقتي بفتكر ال7 سنين مرض، بقول انا ازاي كنت هنا وبقيت هنا. أيوة. فالناس ساعات ما تتخيلش الموقف الصعب دلوقتي، ان لما هيشوفه بعد فتره هيقول بس هو في نقطه، بس هو لازم يحارب. طبعا ان الحياه مش هتتغير وانا قاعد، دي حقيقه. ما هو انت قلت الامل هو اللي بيخليك تحارب وتخليك تكمل، هي دي النقطه. الحمله دي كمان اخر حاجه، الحمله اكبر حاجه في العالم حصلت، ان احنا متعودين عليهم السرطان، حمله مدتها شهرين متواصل. طبعا. في اكتر من 11 دوله في العالم، منها مصر بشكل كبير. فدي حاجه